خلاص يا جماعة، عرفنا كل حاجة عن الايفون 16 برو ماكس. حاجات كتير قوي هتتغير، حجم اكبر، زرار جديد لالتقاط الصور، معالج جديد لدعم الابل انتليجنس، لون جديد روز جولد، والايفون 16 العادي هيجيله تغيير في التصميم مختلف خالص. لا ده مش الايفون اكس خالص يا ابل. احنا بنلعب كونكت 4 بقى، يعني مره نعمله كده ومره نعمله كده. ولعشاق الكاميرات والتصوير، معانا عدسات وسنسورات جديده قويه جدا. يلا بينا نتكلم بالتفصيل. ازيكم يا جماعه، معاكم يحيى، والنهارده هنتعرف على كل التحديثات الجديده اللي هتنزل في الايفون 16 وال16 بلس وال16 برو وال16 برو ماكس. كل ده اللي هيحصل في المؤتمر بتاع الايفون اللي قرب جدا، يعني خلاص في شهر 9. والله الواحد ما لحق، انا حاسس ان الايفون 15 ده من اول امبارح. ماكينه الراسماليه هتفرتكنا يا جدعان. ولكل العاقلين، حافظوا على فلوسكم، ما حدش يفكر في الكلام ده لو معاك الايفون 15 ولا ال14 ولا ال13 حتى. خليك عاقل كده انت امورك تمام. بس لكل المهاويس اللي زي حالاتي ولا عشاق التقنيه، يلا بينا اكلمكم على ايه الجديد عشان انا متحمس جدا. تعالوا نتكلم الاول عن البرو والبرو ماكس، لان دول الموبايلات الاشهر اللي محبين التقنيه بينجذبوا ليهم، وانا كمان هو ده الموبايل اللي حمسني، يعني هو ده اللي انا عايز اعرف ايه الجديد اللي فيه. وكلنا بنتنشأ على تغيير شكل الايفون ده بقالنا سنين. الايفون بالتصميم ده ما اتغيرش من الايفون 11 برو، والمقاسات نفسها ما اتغيرتش من الايفون 12، لكن خلاص الموضوع ده هيتغير السنه دي مع احجام شاشه اكبر، وبعد التطويرات اللي بنشوفها كتير قوي في عالم التقنيه بتقليل الحواف بتاع الشاشه. موبايلات كتير جدا الحواف بقت فيها شبه مش موجوده، عشان كده قبل في الايفون 16 برو ماكس استخدموا تقنيه اسمها البوردر ريدكشن ستراكشر، اللي هتخلي مقاس 16 برو الصغير بدل ما كانت بشاشه 6.1 انش هتبقى ب 6.3 انش، وال16 برو ماكس بدل ما كان بشاشه 6.7 انش هيبقى ب 6.9 انش، وده مع الحفاظ على نفس مقاس الهيكل، يعني الهيكل نفسه مش هيكبر، هي الشاشه هي اللي هيبقى مقاسها اكبر كده، ده معناه الحواف في الشاشه هتقل، وهي اوريدي قليله جدا دلوقتي. فتخيل بقى هتكون 30% اقل من الحواف الحاليه، وده طبعا هيخلي شكل الجهاز مودرن اكتر. طبقا للمسرب ايس يونيفرس على تويتر او اكس، يعني الايفون 16 برو ماكس هيكون اقل حواف موبايل في العالم، هيتخطى الاس 24. هو انا عارف ان دي حاجه اول ما اشوفها هنبهر زي كل سنه، وفي غضون اسبوعين ثلاثه عيني هتعود عليهم مش هاخد بالي اصلا. فخلينا نتكلم على الحاجه المهمه اللي هي تقنيا هتفرق. قبل هتستخدم نوع بانلز جديده من سامسونج هتعتبر طفره في شاشات الايفون، بانل اسمها الام 14، اللي هتديك 20% سطوع اعلى في المحتوى الاس دي ار، يبقى ثابت على 1200 نتس، يعني السستيند برايتنس في الشاشه كلها 1200 نتس بدون ما السطوع يقل، لان البانلز الجديده دي مش بتنتج حراره زي اللي فاتت، شاشه موفره اكتر للطاقه. فمين عارف ممكن تكون دي السنه اللي الايفون فيها سطوع ما ينزلش بالنهار كده، فاشعه الشمس الحارقه بتاع الوطن العربي السطوع بينزل بعد ثانيتين ل 600 نتس. تقدر تقول الايفون 16 برو ماكس هو يعني اس ابجريد، زي ما كان في قبل كده 5 و5 اس و6 و6 اس، فال 16 برو ماكس هيكون يعني 15 اس برو ماكس، وده اوريدي كويس. ال 15 برو ماكس كان طفره، ايوه انا بعد الاستخدام ده كله لسه شايفه موبايل طفره. الوزن الاخف والفريم التيتانيوم الاسهل في المسكه واليو اس بي سي، كل دي حاجات فرقت جدا في تجربه الايفون، وده كان تغيير كبير في الهيكل. فما تتوقعش ان ابل هتغير الهيكل ده في ال 16 برو ماكس، استحاله، طالما عملوا هيكل جديد يبقى نقعد بيه حبه. بس الجديد ان الفريم التيتانيوم مش هيبقى مطفي قوي كده، هيبقى مدينه لمعه شويه، وهناخد لون جديد يستبدل اللون الازرق، لون روز جولد شبيه بال 6 اس الايفون 7 بس بلمعات ولمسات التيتانيوم يعني، وغالبا قبل مش هتسميه روز جولد، هيسموه روز بس. انا بصراحه مش متحمس قوي اللون ده، كنت اتمنى لون جولد صريح، الذهبي المباشر ده كان هيبقى شكله حلو قوي مع التيتانيوم. اللي انا متحمس له بقى هو الزرار الجديد الكابتشر بوتون، زرار كده مخصص لالتقاط الصور والفيديوهات، وهيبقى شكله عريض، وهيستبدل مكان الانتنة المليمتر ويف بتاعه ال 5G اللي كانت موجوده في النسخه الامريكيه، اللي هي انتنة مش موجوده عندنا في الوطن العربي اصلا، بس في امريكا الانتنة هتفضل موجوده بس الناحيه الثانيه، والزرار هيبقى كبير قوي، هيبقى قد زرار الباور دلوقتي بالظبط. والتسريبات والريندرز بتورينا ان هو مش هيبقى زرار عادي، بعض التسريبات مبينه ان هو مدفون شويه جوه الجسم، وبعضها مبينه بارز عادي. اتمنى انه يبقى مدفون كده زي يعني الفينجر برينت بتاع زرار الباور اللي في بعض موبايلات الاندرويد، مش عشان يبقى عليه فينجر برينت ولا حاجه، هو عشان يبقى بس يعني ما يتكش عليه بصعوبة بالغلط. انت متخيل لو هو في المكان ده وبارز، يعني هتك عليه 600 مره اكيد بالغلط يعني. واحلى حاجه بقى انه مش هيبقى بس زرار لالتقاط صور وفيديوهات، لا ده هيبقى عليه سنسورات تحس بالسوايبس عليه عشان تعمل زوم في الكاميرا، وهيبقى الضغط عليه بمرحلتين زي الشاتر بتاع الكاميرات، اللي هو تتك
نص تكة عشان يعمل فوكس وتتك التكة كاملة عشان يلتقط الصورة والفيديو. ممتاز الحركة دي، هيكون شيء عملاق في تجربة التصوير بالآيفون. أنا معجب جدا بالترند بتاع إضافة الزراير ده. قبل مهتم بالزراير فجأة كده اللي هو هبت في دماغهم يعني اهتم بالزراير يا جماعة، نعمل أكشن بوتون، نعمل كابتشر بوتون، حتى في الآي أو إس 18 عاملين أنيميشن كده ولما بتيجي تضغط على الزراير. ربنا يستر ما يكونش ده معناه إن هما بيدونا كل حاجة عندهم قبل ما يشيلوها خالص. والسنة دي الآيفون 16 برو والبرو ماكس هيبقى فيهم بطاريات أكبر، بطارية جديدة تماما مغلفة بطبقة معدنية، هيكل معدني كده هيساعد في تقليل الحراره، وهيمكنهم من انهم يعملوا حاجه اسمها ستاكد باتري، يعني بطاريات مكبوسه مثلا، يعني في معناها بطاريات حجمها اكبر يعني. والسنه دي هتكون سنه كبيره فيما يخص تطويرات عمر البطاريه، لان الجهاز كان هيبقى فيه مساحه افضل لانهم يحطوا بطاريه اكبر عشان استخدام ابل للمودم بتاع الاتصال بالشبكات من كوالكوم اسمه سناب دراجون اكس 75. ده غير ان هو مودم بيقلل استهلاك الطاقه بنسبه 20%، هو كمان حجمه اصغر فهيسيب مساحه فاضيه اكتر بنسبه 25%. ده شيء مرحب بيه جدا لان التقنيات عماله تطور في كل حاجه، شاشات ساطعه جدا، كاميرات بتصور بريزولوشنز عاليه جدا، ولكن البطاريه هي الشيء اللي واقف لنا زي لقمه في الزور كده مش عارفين نطور فيها. ده عشان احنا يعني مجبرين بحجم الجهاز الصغير، فاي حجم ولو صغير كده نكبر بيه البطاريه هيكون شيء كويس، واي شيء بيستهلك طاقه اقل هيكون مهم جدا. بس برضو ما تتوقعش ان الشركه تستخدم مثلا مصطلح للتسويق للبطاريه اقوى من all day battery life، اللي هي بطاريه ستدوم معاك اليوم كله. مش هتلاقي وعد ان هو ايه بطاريه هتقعد معاك 3 ايام، مش هتلاقي الكلام ده، لان برضو احنا بنحاول نحسن عشان ناخد 1% زياده 2% زياده. اللي اتمنى انه يحصل بقى مع البطاريات الجديده هي انه ما يظهرش مع الناس مشاكل الباتري هيلث اللي بطاريات قبل معروفه بمشكلتها في ان صحتها بتقل بعد فتره، وخاصه في الجيل ده ال15 واللي قبله ال14. كريفيو سريع ال15 برو ماكس، انا ما واجهنيش مشكله، انا بطاريه دلوقتي بعد استخدام 231 سايكل اللي هي دوره شحن، صحه البطاريه لسه 100% وانا كمان محدث لاي او اس 18. بس انا مش مقياس، لان اكتريه الناس اللي بشوفها واللي معظمهم بيشتكوا بيشحنوا من خلال وايرد كيبل، بيشحنوا من خلال يو اس بي سي نفسه او من خلال اللايتنج في الايفون 14، انا بشحن من خلال ماكسيف بس. ولو انت زي خليني اقول لك ان في خبر سعيد جدا لينا، الماكسيف دلوقتي هيشحن بسرعه 20 واط بدلا من 15 واط، والشحن اللي بالكابل هيشحن بسرعه 40 واط طبقا للتسريبات طبعا. ده مع تغييرات البطاريه، فاحنا كده واضح ان احنا قدامنا وحش بطاريه بقى اللي هو هيكون احسن بطاريه في اي ايفون حصلت. واللي هيساعد في ده طبعا اكيد المعالج الجديد، احنا كده هنا معانا معالجات جديده، ابل A18 برو في البرو والبرو ماكس، وابل A18 عادي في الايفون 16 وال16 بلس، وليه معالجات مبنيه على معماريه ارم الجديده ال N3E. المعماريه اللي لسه ما شفناهاش في معالجات ال M، ولكنها معالجات هتديك نقله نوعيه في قدرات الذكاء الاصطناعي، اللي هي طبعا ايه الحاجه اللي قبل هتهرينا بيها في التسويق بالايفونات الجديده دي. وانا مستبعدش ان الايفونات الجديده يكون فيها مميزات حصريه للابل انتليجنس ما تنزلش الاجهزه السابقه، حتى اللي بالاي 17 برو اللي هو 15. وطبعا الاي 17 برو موجود في البرو والبرو ماكس بس دلوقتي، فالايفونات العاديه الصغيره هيكون الشيء الكبير بتاعها انها دلوقتي بتدعم الابل انتليجنس. ونيجي بقى لاكتر حاجه محمسه هتحصل في الايفون 15 برو ماكس بالتحديد، وهي الكاميرا. وده الطبيعي يا جماعه، ده الطبيعي ان الكاميرات تكون هي اكتر شيء محمس، لان الايفون دلوقتي ما عادش موبايل بس، هو بقى جزء من معدات التصوير. شوف كم صناع المحتوى اللي بيستخدموا الايفون في تصوير الريلز والتيك توك والشورتس وكل هذا الكلام. فلو هنقول على الحاجه اللي ابل لازم تقدم لنا فيها تطوير ملموس، مش الديزاين مش كل الحاجات دي، لازم الكاميرا يكون فيها تطوير كبير عشان تقنع الناس يشتروا الايفون 16 برو ماكس. واضح ان ده اللي هيعملوه السنه دي باستخدام سنسور جديد للعدسه الاساسيه، وهو سنسور اي ام اكس 903 قادر على التقاط صور احسن بالليل، ولكن الاهم منه السنسور الحالي اللي هو الاي ام اكس 803 السوني هيتحط للكاميرا الالترا وايد، السنسور ال 48 ميجا بكسل اللي هو سنسور الكاميرا الاساسيه بتاع ال 15 برو ماكس، هيبقى السنسور بتاع الالترا وايد بتاع ال 16 برو ماكس، يديك كم الهائل من التفاصيل اللي هي في احتياج شديد ليها مع الكاميرا الالترا وايد. الكاميرا الالترا وايد بتشوف فيلد فيو واسع، فانت لازم تشوف تفاصيل كتير. تسريبكم بتقول ان العدسه التليفوتو ال 5 اكس اللي هي شبه بيريسكوبيه دي هتنزل للايفون 15 برو. يعني لما انا قلتها بالطريقه دي انت هتحس انها نازله لك كابديت على ال 15 برو، مش قصدي كده، قصدي انها هتنزل في ال 16 برو. الجهاز الصغير هيجي له العدسه التليفوتو ال 5 اكس. اما الجهاز الكبير بقى ايه اللي هيحصل فيه؟ التسريبات بتقول ان هيجي له عدسه تعادل 300 ملي لينس. 300 ملي دي يعني تقريبا اكتر من 10 اكس زوم. هل ده معناه ان احنا هنخسر التليفوتو ال 5 اكس اللي هنا اللي هو رائع جدا؟ ولا معناه ان ابل هتحط تحت العدسه ال 5 اكس سنسور اقوى قادر على انه يعمل ديجيتال زوم يوصل لغايه ال 300 مللي اللي هي 10 اكس؟ لان لو ده حصل العدسه 5 اكس هتكون اقوى بكتير جدا، وكمان هيبقى معاك اوبشن السبيس زوم او التليفوتو زوم القوي قوي زي
الموبايلات السامسونج الالترا، او قبل تشد حيلها معانا بقى وتحط عدستين بورتريه زي سامسونج يعني. خلينا بقى نتكلم عن الجهاز الارخص، الايفون 16 وال16 بلس. الايفونات الملونه اللي هي لها تطويرات برضو مش هينه. طبعا انتوا عارفين السنه اللي فاتت اضافت الدايناميك ايلاند والظهر الملون اللي بقى مصنفر، طبعا اليو اس بي سي والكاميرا 48 ميجا بكسل. السنه دي هيكون في شويه حاجات برضو بتنزل من البرو والبرو ماكس، تنزل للايفونات الملونه. الاكشن بوتن اللي اضاف السنه اللي فاتت في البرو والبرو ماكس هينزل للايفونات 16 و16 بلس. الكابتشر بوتن الجديد بتاع التقاط الصور والفيديوهات ده حاجه موحده هتبقى على سلسله الايفون 16 كلها. اعاده التصميم الداخلي للمكونات عشان يحطوا بطاريه اكبر برضو ده حاجه موحده. اكبر تغيير هيحصل في الايفونات العاديه الملونه دي شيء غريب قوي. نافذة الكاميرات هتاخد شكل الايفون اكس، مش هتبقى جوه مربع خلاص، يعني الشكل اللي معانا من ايام الايفون 11 ده هيتغير. طب هيتغير لحاجه جديده؟ لا، هيتغير لنافذه نسخه من نافذه الايفون اكس. بعد ما كانت بالطول عادي جدا عملوها بالورب، ورجع دلوقتي رجعها بالطول. طب ليه؟ طبعا جزء عملاق من اختيار ابل انها تعمل كده هو انها تميز الجهاز، انك تعرف ان ده الايفون الجديد. بس في سبب تاني تقني وهو حقيقي. طبعا اول السنه قبل ان اصدرت نظاره الابل فيجن برو، واللي عندها قدره على عرض والتقاط محتوى اسمه سبيشال فيديو، محتوى محيطي متصور بتقنيه 3 دي وبيديك فيلد فيو او مجال رؤيه قريب من مجال عينك او اضيق شويه. وحتى الان مفيش كاميرا بتقدر تلتقط هذا المحتوى غير نظاره الابل فيجن برو والايفون 15 برو ماكس، عشان الكاميرا الالترا وايد والكاميرا الاساسيه مرصوصين فيه بشكل مناسب انه يلتقط مجال الرؤيه اللي قريب من منظور عينك ده. قبل بقى بتحاول توسع المجال بتاع الاجهزه القادره على التقاط السبيشال فيديو، عملوا كولابريشن مع كانون فاصدروا لينز فيها العدستين دول برضو اللي تديك سفيريكال فيو كده اللي هو برضو تدعم السبيشال فيديو. عملوا تعاون مع بلاك ماجيك اصدروا كاميرا بنفس التقنيه هتقدر تمنتج السبيشال فيديو جوه فاينل كات، ولكن مفيش جهاز هيخلي التقنيه دي اقرب لايد الناس اكتر من الايفون الصغير الملون ده. فعشان كده قبل اعاده رصه كاميرات الايفون 16 عشان يقدر يصور سبيشال فيديو. ها اقتنعت ولا انا؟ اللي بعده، لا تتوقع تحديثات في سرعه الشحن في الايفون 16 وال16 بلس، ده كلام التسريبات. وكمان للاسف لا تتوقع تحديث لتردد الشاشه ودعم البروموشن ل 120 هرتز، ولا برضو الشاشه حوافها هتقل زي ال16 برو وال16 برو ماكس. ولكن تتوقعوا اكبر محرك لمبيعات هذا الجهاز الصغير هو الابل انتليجنس، فكره ان ده الايفون الملون الرخيص الوحيد الذي يدعم الابل انتليجنس، عشان شريحه الابل 18 اللي هتكون موجوده فيه واللي بتدعم 8 جيجا بايت رام، وزي ما احنا عارفين ده الليمت لدعم الابل انتليجنس. الحقيقه التحديثات في الايفون 16 محبطه شويه، مش قوي يعني بس محبطه برضه، بس في النهايه انا مش التارجت اودينس، واللي احنا بنقوله ده كله تفاهات بالنسبه للي بيبحث عن القيمه. اما انا وانت قبل هتعرف تدفعنا كويس، هتعرف تخليك تشتري البرو ماكس. عاوز برو موشن يا حبيبي؟ عاوز برو موشن و120 هرتز؟ اما انت جيك بقى وتقني، طب خلاص روح لل16 برو ماكس. عايز بقى ما يفوتكش اي جديد، اعمل سبسكرايب للقناه واكيد اعمل لايك للفيديو، سيب لي رايك في الكومنتات تحت، مستني الايفون 16 برو ماكس ولا لا؟ ولو عايز تدعمني بشكل مادي ممكن تشترك في برنامج العضويه من خلال زرار الجوين او اللينك اللي تحت الفيديو في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.